مع كلمة رئيس الوزراء الموريتاني. يسهم في إنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف الليبية سبيلا لتحقيق كافة تطلعات الشعب الليبي الشقيق، ومن أهمها تنظيم انتخابات حرة وشفافة قبل نهاية هذه السنة. وفي الختام أؤكد على أهمية الموضوعات المختلفة المدرجة على جدول أعمال دورتنا هذه، ولا يساورني أدنى شك في سعينا الحديث ورغبتنا الكبيرة في إزالة كافة العراقل والعقوبات التي تواجه العمل العربي المشترك خدمة لمصالح بلداننا المشتركة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.